مثل ما شفتوا مشاهدينا، لقاء يجمعنا مع مدير إدارة الإنتاج الفني وأيضا مدير الثقافة البرامج الثقافية والدينية وأيضا مشرف قناة لقرين الأستاذ يوسف لسري. حياك الله. يا هلا يا هلا، مرحبا الله. يا مرحبا فيك. الله يحفظكم ويسلمكم. يمكن نقول الرجل المناسب في المكان المناسب. الله يجزاك خير. والله يعني صراحة ما قصر الأخوان، على رأسهم وكيل وزارة الأستاذ أبو فواز طارق المزدرم، وأيضا أخونا العزيز وكيل مساعد شؤون التلفزيون أخونا مجيد الجزاف، اللي يعني أعطونا هالثقة هذه. الله يجزاهم خير. أنت تستاهل أستاذ يوسف، يعني علمتنا يعني أينما يكون يوسف السريع يكون النجاح. الله يجزاك خير. مشكور الإذاعة التلفزيون. تسلم. الله يبارك. وإن شاء الله راح تكون قناة القرين بانطلاقة 25 فبراير إن شاء الله. إن شاء الله. شمعنا قناة القرين؟ طبعا قناة القرين حقيقة هذه قناة خلق مقاربة ما بين تاريخ جميل للتراث الكويتي. تعرفين تلفزيون الكويت احنا حبان الله في تلفزيون ما شاء الله، تلفزيون له تاريخه تقريبا من سنة 61. قاعد تكلمين عن مادة تاريخ اعداد قبل 61 51 بعد 51 كإذاعة. كإذاعة بدايتها في 51 وتلفزيون الكويت 61. فتكلم انت عن تراث. نعم. وتلفزيون الكويت يعتبر من أوائل التلفزيونات على مستوى الشرق الأوسط. أول تلفزيون له حضوره ولا قوته، من معدين من مقدمين من قدم البرامج العديدة في مجال سياسي. كان الأول على دول الخليج صح؟ طبعاً. أول تلفزيون خليجي هو على مستوى العالم العربي. إذا قلنا التلفزيون المصري يعني نفس الفترة معانا تلفزيون تزامناً معنا. بالضبط. نعم. يعني قناة القرين راح تكون شاملة لتاريخ بس. نعم. تلفزيون الكويت ولا التاريخ الكويت؟ طبعاً إحنا هذه القناة قناة كويتية، يعني اللي بيشوف كويتي فقط على هالقناة هذه، فبنخلق منها فقط البرامج الكويتية ما يخص التراث الجميل والكنز اللي موجود من خلال الأرشيف الجميل لتلفزيون الكويت، إلى جانب هناك إنتاج جديد ما يخص الشكل والمضمون الكويتي. يمكن أنا ومحمد مساعق عن دردشة قلت ما راح تكون منافس لبعض القنوات الكويتية. والله شوف هي هذا، شوف إحنا دبالك الأولى إحنا. شوف الأولى لها حضورها ولها قوتها، وتلفزيون الكويت يعني يعتبر من التلفزيونات يعني الحمد لله أنا قاعد أشوف على مستوى الخليج متسيد من خلال برامجه، من خلال قوته، من خلال حضوره. وأيضا القرين لها نكهتها، يعني الواحد اللي وده يشوف التراث، وده يشوف الكويت القديمة، وده يشوف البرامج والأساتذة اللي قدموا. يعني تكلمين أنت عن جيل كبير من الأسماء. نعم. وهم اللي حطوا اللبنة الأولى في يعني دعم هذا التلفزيون. أكيد. فنلاحظ التلفزيون الكويت من ذيك الفترة إلى يومنا ما شاء الله يوميا إنتاج. أيضا يعني خلق جيل، ويعني جيل من جيل لجيل صار عندنا قوة من خلال هالبرامج. فنحاول كثر ما نقدر أن نبرز هالجانب الثقافي هذا اللي موجود عندنا في الأرشيف الضخم إلى جانب الإنتاج. يكون في إنتاج يعني. طبعًا في إنتاج. قلت كلمة حلوة أن الأرشيف الضخم. هل تستطيع قناة القرين أن تحمل هذا الأرشيف الضخم وتنقله للمشاهد؟ إن شاء الله. يعني شوف هناك حقيقة أول ما بدينا بالفكرة وقال لي الله يذكره بالخير أستاذ مجيد الجزاف، قال يوسف هناك قرار من الجهات العليا إن ببالنا هالمحطة هذه. فما تتخيل كل اللي اشتغلوا في التلفزيون الكويت، كل العاملين من معدين مقدمين أيضا الشخصيات القديمة قاعد يذكرونك بأعمال، فالكل وده يعمل في هذه القناة لأنه يذكرهم بالماضي. يعني إحنا مثلا نقول إحنا جيل السبعين، وأيضا بشوف أنا الفترة اللي كنت أشوفها اللي هي برامج الثمانين، يعني إذا قلنا إحنا عمارنا بالثمانين 12 سنة، فأنت كنت قاعد تشوف فترة يعني جدا رائعة من برامج قيمة فتذكرها بالتاريخ. راح يصير في أشياء أول مرة تنعرض صح؟ طبعا في أشياء، يعني أنا من خلال يمكن قاعد نطلع الأشرطة والأغاني، يمكن قاعد نشوف معنا أستاذ يوسف. الله هذه حصرية مو موجودة. ما هذا الله يسلمك من السهرات القديمة، اسمه البرنامج الديوانية. الله. برنامج هذا ما شفته أنا، أول مرة أشوفه وريته كذا الشخص حتى الأشخاص اللي موجودين. طبعا الله يرحمه يوسف دوخي. الله يرحمه. والأستاذ بدر جواهل، وأيضا الشاعر المميز سالم ثاني. هذه سهرة بعنوان اسمها الديوانية وما انشافت كلش. ما انشافت ما انشافت. وهذا أخونا نجم العميري بو سالم. فهذا التسجيل من التسجيلات اللي ما يعني بس احنا سبقناكم عرضناها في ليالي الكويت. تستاهلون والله تستاهلون علشان يعرفون شنو القيمة هذه. على فكرة يعني تشوفي هذه من السهرات وغيرها من السهرات يمكن الجيل الحالي ما شافها. وأيضا أنا كلمة احنا كجيل ما شفنا هالسهرات،
لما تشوفين أنا كباحث مثلاً أحب التراث تشوف قيمة، لأن كذا واحد الحين قاعد يسأل من الباحثين يقولون هالأغنية شنها كويتية مو كويتية، لأن يوسف دوقي يعتبر مؤرخ لتاريخ الكويت في الفن. أكيد أكيد بلا شك. أستاذ يوسف سريع، أنت لك أكيد في التراث ما شاء الله، لك تاريخ وباع كبير بالتراث ما شاء الله. يعني تشوف التراث متخصص. الحمد لله أشوف التراث جميل، تراث الكويتي. هذه على الشاشة شنو هذا؟ أول مرة أشوف. هذا الله يسلمك عمل من الأعمال. درامي درامي. درامي. قبل كان التلفزيون الكويت يعتمد على التمثيليات. هذه فاقدينها الصراحة. صح. الآن في عودة الصراحة من خلال التمثيليات. التمثيليات القديمة. هذه من الإنتاج القديم. شو اسمها هذه؟ هذه عمل بعنوان مشكلة وحلها. طبعا يتكلمون عن فترة الجيل اللي كانوا يروحون مصر يدرسون، فقاعد يتكلمون عن المعاناة الموجودة. فتخيل انت قاعد اي، فتخيل تخيل اخوي محمد انك قاعد تطلع من هالارث ويشوفونه الشباب يسعدون فيه حقيقة، وايضا انك يعني تتذكر هالفترة والاعمال الجبارة اللي كانوا يقوم فيها تلفزيون الكويت. ذكرت في عندنا صورة حصة. هذا الله يسلمك الاديب عبد العزيز ريع، طبعا ايضا من الاشياء. هذا خالي عبد العزيز من الادباء المعروفين، وكان من اوائل الناس اللي في تلفزيون الكويت في اللي هو قسم الدراما مع الاستاذ سعد الفري. ايضا هو كان في هذه من التسجيلات لاول مره انا اشوفها، قاعد ننبش بالاشرطه. يعني اشياء قديمه جديده وما عرضت. اي ما عرضت، هذه قديمه، هذه بالسبعينات تقريبا. فالشيء الجميل ايضا في تلفزيون الكويت اي مناسبه كانت تصير بالكويت على طول يبون الفريق او يبون الاشخاص يسجلون وياهم سهرات. تخيل عندنا احنا كبار الشعراء يو الكويت. صح. كبار الشعراء سجلت وتوثقت في تلفزيون الكويت. ما شاء الله. يعني الجيل الان ما شافها. وايضا الجيل والجيل القديم اللي هو جيل الستينيات الله يعطيهم اسطوره العمر. يعني ارشيف غني. وانا كله قاعد تسوي لنا عمليه تشويق عشان قناه القرين. الحين في اقتراح بسيط من اخوانك. تفضل. الاشياء اللي عندك الحصريه ما نعرضها، راح تنعرض ان شاء الله لما تنطلق قناه القرين في 25 فبراير ان شاء الله. اعطونا شيء نقدمه الحين بالاولى نسلككم. الاولى، شوف الاولى طبعا هذه قناتنا، يعني هذه قناه الكويت الاولى يعني الرسميه اللي لها ما شاء الله حضورها على مستوى الخليج. اليوم يعني مثلا هل قاعد نشوفها من هذا يعتبر من السبق لكم يعني. اكيد. احنا لا المنافسه شريفه اكيد في ظل يعني في ظل سقف تلفزيون الكويت. طبعا احنا كلنا عيال التلفزيون وكلنا قاعد نحاول كثر ما نقدر ان نبرز الكويت ونبرز تاريخ الكويت من خلال هالبرامج. يمكن ذكرت انه راح يكون في انتاج للدرامي مخصص حق هذه القناه مسلسلات. طبعا نعم، هي مثل ما قلتي تقريبا المرحلة الأولى تقريبا 25-30% إنتاج جديد من برامج ثقافية وتراثية. بعدها إن شاء الله هناك ميزانيات قاعد ترصد حق هذه القناة في إنتاج أعمال درامية فيما يخص تاريخ الكويت أو ما يخص تراث الكويت. أعمال تقدم على هذه القناة، فكثر ما نقدر أن نجيب الشيء التراثي ونقدمه حق هالجيل. عشان شوف القناة إلى جانب الفن، إلى جانب القيمة، إلى جانب التراث، كلنا نحاول نسلط الضوء عليه من خلال هذه القناة. أيضا هناك برامج فنية فيما يخص الموسيقى، يعني مثلا الحين يعني هالجلسة الحلوة مع الأخوان الأصوات والسامر والفنون، أيضا في شباب لحد الآن متعطشين لهذه الفنون، ممكن أن يصير إنتاج جديد وتعرض فنون الكويت. راح تكون في برامج تحت مظله قناه القرين. نعم نعم، في برامج تقريبا الحين منتجين ما يقارب من تقريبا فوق 15 برنامج جديد فيما يخص تاريخ وتراث الكويت. صحيح. بالنسبه للفواصل سويتوا اشياء جديده وغريبه. نعم. نتكلم عن الفواصل. طبعا الفواصل حقيقه من افكار جميله من اخونا وكيل مساعد لشؤون التلفزيون مجيد الجزاف، وايضا الله يبارك فيه استاذنا طارق المزرم الوكيل الوزاره ابو فواز، يعني حريص جدا ان نطلع بشيء حليه بشكل جديد. ايضا قاعد نحاول كثر ما نقدر ان نقدم الثيمه صوره جميله. نعم، وحقيقه جهد يعني شوفي هذه كلها يعطيك ثقافه لتاريخ تلفزيون الكويت من اعمال دراميه، من الشخصيات اللي ابدعت في تلفزيون الكويت من مقدمين. هذا درب الزلك صح؟ هذه نوادر جحا. هذه عائشة المرطة. عائشة المرطة يعني شكل عائشة المرطة
وايضا توسع الحبيل، ويعني الشخصيات اللي يعني رسخت في مخنا في جيل نقدر نقول اللي هو جيل السبعين وايضا جيل الستين، يعني تلقينهم ذيك الايام شباب، وايضا نقدر نقول الجيل القديم يقدر يستمتع. حلو، كلام جميل. زين جيل التسعين يعني في 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 اعمال قد انتجها تلفزيون دوله الكويت، يعني موجوده في صارت قديمه الحين. صح، مو قديمه وايد مثل ما قالت حصه، لكن نعم قديمه صارت. يعني تعرفين الحين التلفزيون من 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 وراء الغزو تقريبا 25 سنه 26 سنه قاعد تكلمين. يعني مثلا من شوي انا ويا اخوي المخرج سعود الروح قاعد نشوف مثلا تلفزيون الاطفال، تلفزيون نهى نبيل والمجموعة اللي طلعوا كلهم كانوا صغار، كانوا يقدمون البرامج موجودين من خلال تلفزيون الكويت، وإن شاء الله في أفكار كثيرة إن هم نطلع حق البرامج الأطفال، لأن فترة من فترات ما شاء الله إنتاج ضخم ل يعني الأطفال. أيضا الأعمال القديمة اللي قدمتها ماما أنيسة قدمت مجموعة، ولو تأخذ الحين تشوفينهم اللي صار وكيل، اللي صار مدير، اللي صار مسؤول، اللي ما شاء الله في ثلاث في لقاء قالت إن عاصرت ثلاث أجيال. طبعا هي ما شاء الله الله يعطيها الصحة والعافية. فتخيلي قاعد تكلمين أيضا إذا جيت تعال شوف الأعمال اللي قدمها الأستاذ الكبير العم بطارق محمد السنعوسي، فأنت قاعد تكلمين عن يعني روائع في في هذا المسرحيات. بعد مسرحيات طبعا شوف المسرحيات في اشياء لاول مره بعد نشوفها وما انعرضت، هذه طبعا من المسرحيات مثل القديمة. هذا العمل اللي كان هذا هذا العمل هذا عمل ما اعتقد انه راح ينزل بالقرين، لان احنا نسلط الضوء على المسرحيات الكويتيه ما يخص، لكن هذه تهم عالقه في الذهن في الذكريات للمسرح، والناس كانت شغوفة الكويتيين أن يشوفون المسرح، لأن تلفزيون الكويت أول ما يصير إنتاج، هذه مثل المسرحية الحين قاعد نشوفها من المسرحيات إنتاج مسرح العربي تقريبا في بداية السبعينات، ومسرحية يسمونها يعني المسرح المسرح الجاد، فهذه قدمت في فترة من الفترات يمكن ما حد شافها المسرحية. هذا أخونا أوعو ومجموعة مريم القضبان وكنعان حمد وجوهر سالم والأسماء الضخمة ما شاء الله. بالنسبة للتردد راح يكون نفسه تردد تقريبا هو الكويت اللي هي قناة بلس نفس التردد، يعني الواحد مختلط على الموضوع نفس تردد قناة بلس راح يكون مكانها قناة القرين، وإن شاء الله يعني نحاول كثر ما نقدر أن نعطي الجانب المشرق في تلفزيون الكويت. أكيد إحنا بالنهاية أكيد نهني أنفسنا قبل ما نهنيكم أستاذ يوسف على إنشاء أو انضمام قناة جديدة في تنضم لقنوات الجود الكويت وهي قناة القرين. عندك الكاميرا وقول للمشاهدين مثل ما شوقتنا كلمة أخيرة لهم. طبعا شوف أشكر حقيقة الدعم اللامحدود أول شيء من وزيرنا السابق الشيخ سلمان الحمود، وأيضا الحرص من أول ما مسك الوزارة الشيخ محمد العبد الله وزير الإعلام، باتصال مباشر شخبار القرين قناة القرين شلونها، ففي حرص على هذه القناة. أيضا أخونا الكبير بفواز وكيل وزارة أستاذ طارق المزرم أيضا حريص يوميا اجتماعات يوميا أن حريص إيش بتحطون ديروا بالكم ها هذه بداية لازم يكون طبعا يوميا ايضا اخونا مجيد الجزاف يوميا في متابعه حديثه، ايضا اخونا مراقب المنوعات طلال الهيفي يوميا قاعد يرتب مع الاسماء اللي بتقدم، ايضا اخونا بدر حسن اداره التنسيق قاعد يعني من كم يوم على فكره قال لي يوسف تعال بوريك كنز الكويت، فيوم دشينا لله الحمد ان ارشيف الكويت كله موجود. بس شنو المشكله قاعد نتكلم عن الأشرطة القديمة اللي يسمونها 2 إنش الأشرطة الكبيرة هذه، وهذه يبي لها نقل. صح، فأنت يبي لها الحين جميل أنك أنت تطلع من هالكنز وتنقله وتوري. أيضا أخونا فهد الغيلاني يوميا مجابل في هالمونتاج وقاعد يعدل هالفواصل ويشيل ويحط، وما شاء الله يعني شحد من الأسماء الكبيرة اللي قاعد تخدم، وأيضا يوميا من التنسيق نبطل هالأرشيف القديم ونطلع من هالكنوز اللي موجودة، وأيضا الشخصيات الجميلة مثل الأستاذة أمل عبد الله، لا تنسون السهرة الفلانية، لا تنسون الشغلة الفلانية، ترى موجودة أنا قدمت في سنة 67 سهرة مع فلان الفلاني، فيذكرونك هالجيل. وأيضا إحنا نتلقى يعني من خلال السوشيال ميديا بعد أن أي فكرة وفي ما شاء الله قاعدتينا
الناس اللي يسمونهم الهواة اللي كانوا أول ما بدأت التسجيلات اللي هو الخابرين الفي اتش اس تسجيل، فكانوا يسجلون فيدقون ترى مسجل أنا مثلا السهرة الفلانية ترى عندكم بالتلفزيون، نقول له يبنا خلينا نشوف نتذكر نروح نكلم مثلا إدارة التنسيق القديمة ويطلع. فالحمد لله ما شاء الله كل هذا إن شاء الله كل هذا راح يكون في 25 فبراير إن شاء الله، إن شاء الله. الانطلاق نتمنى لكم كل التوفيق، وانتم يمكن جنود قاعد تعملون على قدم وساق لانطلاق قناه الجرين نافذه اعلاميه جديده في تلفزيون الكويت، ونتمنى لكم كل التوفيق. الله يوفقكم ومشكورين على هذا اللقاء. كل الشكر لك. الله ينتقل الى فقره بدر الخميس. الله مع منو؟ مع بدر الخميس.